انور ما نفهموش، لانه عنده 3 سنين تو بريسك، لانه في التركيبه الاولى نتاع الهيئه كان يقولنا الكلام هذا قبل، مش تو جاينا قال هيئه فلان ولا هيئه فلتان على الاستاذ شفيق سرسان. لا ثم ضوابط راهو سي اي. ثاني حاجه تقول هيئه مكتمله، مش مكتمله هيئتكم اليوم، مكتمله فيها 9 اعضاء. تسمعني عاد اي مش نقش فيك، فيها 9 اعضاء اليوم. مش قلت فيها 9 اعضاء، فيها 9 اعضاء وثلاثه منهم ثلاثه حال خروجهم للقرعه بمقتضى القانون، مش نلعبوا. اليوم ثم 3 اعضاء في الهيئه اصبحوا في وضعيه قانونيه، كان في قانون عام، اصبحوا في وضعيه قانون تصريف اعمال. تصريف الاعمال لا يخص له ولا يحق له اتخاذ القرارات الاساسيه مثلا في المجال الاختصاص المتعلق بالانتخابات.